على صحة وحياة الفنان صبري عبد المنعم، سواء هو موجود عند حضرتك في المستشفى، عايزين نطمن عليه. الحمد لله بيتحسن، يعني هو كان داخل بوعكة كده في القلب، الحمد لله يعني بيتحسن كتير. وهو يعني لما دخل جرين هارت الناس كلها اهتمت بيه، وهو راجل طيب جدا والناس كلها صاحبته، وهو صاحب المكان، يعني هو بيتغزل بيقول لي ده بيت من بيوت الله. بقول له ازاي الناس عارفه ان بيوت الله المساجد؟ قال لي لا، الجسد امانه من المولى عز وجل، والمكان ده بيرعى امانه الله اللي هو صحه الانسان، فهو بيت من بيوت الله، وهو كمان فيه رحمه فيه طبطبه، هو بيت من بيوت الله في الارض. عجبوا عبقريه المكان في قلب الجمهوريه الجديده، وعجبوا البيئه اللي فيها خضره وفيها لاندسكيب وبحيرات وفيها باركينج وفيها جمال طبيعي، وعجبوا المعامله والاجهزه الحديثه. يا رب هذا المكان يكون برضو اضافه للكارير بتاع العبد لله في خدمه بسطاء الوطن. وصبري بيتحسن، وان شاء الله في خلال يومين بنعمله برمجه للجهاز اللي في قلبه ويتحسن ويطلع ان شاء الله. وهو مكلفني ولسه مكلمني النهارده قبل ما اجي ان انا يعني ابلغ يعني تحياته لكل المحبين بتاعه.